بسم الله، ليه غطا البلاعة مدور مش مربع؟ ده سؤال على طول اليومين دول عمال يلعب على الفيسبوك، مش عارف ليه. اعتقد ان هو كان سؤال اتعمل في انترفيو في مايكروسوفت وبدأ ينتشر. طيب، ليه اسباب كتيرة، بس هو السبب الرئيسي ان الشكل الدائري الاقطار بتاعته ثابتة، يعني مسافة من هنا لهنا قد مسافة من هنا لهنا قد مسافة من هنا لهنا، فلو في اي وقت الغطا حاولت تقع كده مش هيقع، تمام؟ دي زبادي، ماشي؟ ليه؟ لان هي الاقطار كلها ثابتة فمش هيقع. انما لو انت جبت شكل مربع او مستطيل، تمام، حاجه زي كده، هتلاقي ان المسافه من هنا لهنا، المسافه من الزاويتين المتقابلتين اكبر من الزاويتين المتجاورتين. النظريه اللي احنا عارفينها زمان ان الوتر المربع بتاعه بيساوي مجموع المربعين الاخرين للمثلث، تمام. ففي اي وقت الضلع دوت الضلع ممكن يروح واقع كده، لو انت حطيت الغطا في قلب الوتر تلاقيه وقع جواه. يعني لو انت جبت اي درع من الاضلاع وحطيته كده هتلاقيه وقع جوه البلاعه وهيبقى صعب انت تجيبه. ممكن نعمل حاجه زي كده في غرفه تشيش صغيره او جلد تراب صغيره، الحاجات اللي هي بعمقها مثلا 60 سم، حاجه زي كده، فسهل ان انت تجيبه اول ما يقع، تمام. دي وفي اسباب تانية كتيره، التحمل الاجهادات، سوء التنظيف بيبقى اصغر وكده، بس هو السبب الرئيسي اللي احنا قلناه ان الشكل الدائري اقطاره ثابته فمش هيقع خالص جواه، اما الشكل المربع والمستطيل ممكن الضلع يقع في قلب الوتر. وفي سبب اخر مهم، ان سلاحف النينجا لو مسكوا الغطا ده وهو مربع وحذفوه كده هيبقى صعب، انما دائري بيبقى سهل ان هم يرموه ويخبطوه في وش الناس.